السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي ليان إسلام من جريد 2D. علم بلادي. جلس طارق مع نورة ينظرون إلى فواز وهو يرسم علم مملكة العربية السعودية ليشارك في معرض اليوم الوطني في مدرسته. قال طارق: لما لا تلون العلم باللون الأصفر؟ فواز: لا يمكن أن أغير لون العلم يا طارق، فعلم بلادي لونه أخضر. طارق: ولكني أحب اللون الأصفر. فكر فوازا قليلا ثم أحضر صورا لأعلام دول الخليج العربي وطلب من طارق أن يشير إلى علم المملكة، فأشار إليه بسرعة. مع السلامة.